عدنا معكم مرة تانية أصدقائي صديقاتي، عدنا معكم مرة تانية أعزائي أولياء الأمور طبعا والسادة الأفاضل مدرسينا الكرام ومتخذي القرار في العملية التعليمية. النهاردة يمكن بنتكلم على اللغات، ويمكن اللغة الأم إحنا بنعاني منها كثيرا هي اللغة العربية، أو بنعاني مع أولادنا فيها. لكن لما بنيجي نتكلم على اللغة التانية أو اللغة الثالثة يعني بنحتار في الأمر، نقول بعض أولادنا اللي موجودين في المدارس مدارس اللغات هم أيضا بيعانوا من اللغة العربية، ما اسم لغات لكن في الآخر تيجي تشوف الولد هو طبعا بيدرس بالإنجليش لكنه ما بيقدرش يعمل محادثة أو ما بيقدرش يتكلم كلام مظبوط، ويدوبك هو كل شغله كتابة في ورقة الامتحان وفي أسئلة معروفة مسبقا، فالإجابة يا إما محفوظة يا إما هتحفظها لمدة معينة ثم تخلص منها لأني أنا ما مارستش اللغة الممارسة الصحيحة. النهاردة معانا أستاذ عزيز علينا جدا ومدرس فاضل، أستاذ مصطفى عيد مدرس اللغة الإنجليزية عبده، عفوا مصطفى عبده مدرس اللغه الانجليزيه، ويعني مسؤول مسؤوليه كبيره جدا عن مراحل مختلفه من العمليه التعليميه بدايه من التعليم الابتدائي الى الثانوي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك فندم زهر. اهلا وسهلا بيك استاذ مصطفى عبده. دايما بنقول اللغه الثانيه يعني مشكله مع اولادنا، سواء كانوا يقول لي في اللغات مدارس لغات او في المدارس العربي او في العربي، سواء حتى العام او الخاص، الاثنين برضك في مشكلات، الا يعني من رحم ربي في بعض الناس اللي هم بيحبوا اللغه تلقائي يعني فهم بيتفوقوا فيها. اشكاليه اللغه الانجليزيه وحب ابنائنا ليها مختلفه ومتدرجه ما بين وبين، السبب؟ السبب بسم الله. المشكله بس الناس بتعامل اللغه الانجليزيه كمنهج، يعني ان هي بس بيحفظها كمنهج او هو ماده عايز يدخل فيها يعني يمتحن فيها ودرجاتها والكلام ده. وفي برضك من ضمن الاسباب ان الناس يعني بتبص اللغه العربيه اللغه الانجليزيه كجرامر، ان هو بس يقعد الجرامير بتاعها او الاستراكشر بس، لا ما بيركزش على الدايلوج بتاعها او اللي ازاي تعمل كونفرزيشن كويس او تعمل دايلوج مع حد او تستفيد بيها ان هي كلغه، ان دلوقتي اصبحت مهاره، يعني مهاره ان انت كمان مش على المستوى الدراسي بس، يعني مش ماده دراسيه هنجح فيها واسقط يعني مثلا نجاح وسقوط وخلاص وهعدي السنه، لا دلوقتي اللغه بقت مهمه جدا، يعني حتى بعد كده كمان في الكارير بتاعه العملي، ان دلوقتي من اهم اساسيات اي توظيف او اي عمل بعد كده لازم يكون معاه لغه. وكمان اللغه الانجليزيه على وجه التحديد ليه اهميه كبيره جدا، لان هي كمان هي اصبحت لغه العلم ولغه التكنولوجي. فمعظم مثلا 70 80 لغه عالميه، وكمان معظم 70 80% من العلوم على مستوى العالم دلوقتي اصبحت باللغه الانجليزيه. يعني هم دلوقتي اصبحت الرياده ليها مش لسهولتها او ان هي مثلا سهله او لا، يعني انتشاريتها انتشارها ان بسبب انتشار انتشار العلم، يعني العلم فيها العلم فيها، يعني حتى كان طبعا احنا لغتنا العربيه طبعا هي الام وهي اللي اعتز بيها طبعا. بس طبعا للاسف احنا دلوقتي بعيد جدا عن العلوم وعن الاكتشافات وعن العلوم الحديثه، فهي اصبحت اللغه الانجليزيه هي لها السياده ولها المؤلفات العلميه ولها والابحاث كلها العلميه باللغه مش على نفس الدرجه لبعض الدول الناطقه باللغه الانجليزيه. انا هواكب ازاي الا لما اكون صاحب هذه اللغة عشان كمان أتعلم منها؟ أتعلم منها يعني بس. فهي كمان لغة التكنولوجي بقت تكنولوجي، لغة العلوم على مستوى البيزنس بقت هي لغة البيزنس ولغة المال والأعمال. دي مش بس اللغة، ده كمان العملة يعني ما هي ما هو ما هو يعني حاجتين العملة يعني يعني هو حاجتين الناس مش تقدر تستغنى عنهم. الدولار والدولار واللغة الإنجليزية. ده بيأكد التفوق العلمي والتكنولوجي في المكان والبيئة اللي بينشر ده للاقتصاد القوي في المعرفة القوية. ولو كانت اللغة العربية على نفس القدر كانت هي تبقى اللغة العالمية. طبعا قديما كنا احنا كده اللغة العالمية، اللغة العالمية لأنهم كانوا بيدرسوا علومنا بيتعلموا علومنا، لان كنا احنا اصل احنا اللي كان معانا احنا اللي كنا الانفنتور بتاع العلوم، واحنا كمان اللي كنا بنعمل لها اكتشاف، فكنا احنا الاصل، فكانت الناس بتهرول ولا تعلم اللغه العربيه. اسمح لي في حاجه انا بمثلها بقطارين، قطار لغه انجليزيه مدارس لغات وقطار اللغه العربيه اللي بياخد برضك لغه، يعني هو بياخد لغه بس في حيز معين. هو اللي في اللغه الانجليزيه او في المدارس الخاصه او مدارس اللغات حتى في الحكوميه لغات بنلاقي انه بياخد اللغه الانجليزيه والعربي، وبعدين بيبقى يعني الاثنين ماشيين في نفس المرحله.
لكن المدارس اللغات واللغات نفسها سواء كانت حكومة برضك بتبقى في منهج تاني هو نوع الادفانسد ليفل بتاع المدارس العادية تمام المستوى الرفيع والمستوى يقولون الرفيع. عليه ان هو بيمتحن داخل المدرسة لكن ما بيتحطش في المجموع، لكن هو بنلاقي ان الولاد ماشيين يعني دول متفوقين قوي اللي هم بتوع اللغات بالنسبة للتاني لان حجمهم المعرفي اكتر والتانيين اقل. نيجي عند محطة النهاية الثانوية العامة الثانوية العامة نلاقي الاثنين بيشتكوا من المادة كاللغة، اللي كانوا وبالعكس قد بيقولوا يكون عليها ضعيفة. التفوق للمدارس العربي تمام. والحكومي أكتر في سؤالنا كمادة لغة. لحضرتك، احنا ليه ما نفكرش ان الهدف هو تعليم اللغة؟ يبقى انا لازم اعلم اللغة، مش لازم اخلي الكلكعة في المواد، مش لازم اجيب يعني معلش ليسون كده مليء بالكلمات الصعبة، لا اخدها شوية شوية، وفي نفس الوقت اخلي الناس تعرف تتكلم لغة، وبعد كده هم بنفسهم ينموا نفسهم في اللغة. تمام، ليه احنا تملي ما هو بناخد السنه دي سهله اللي بعديها اصعب بعديها اشد وبعد كده نار اللي هي الثانويه العامه اللي ما بيقدروش اللي ما بيقدروش لان يواكبوا سواء لغات او عربي او عربي، يعني الاثنين مع لان بعض. هو بيبقى مثلا بالنسبه للطالب اللغه اللغات كمان هو عامل البراكتس بتاعه في اللغه مختلف عن صح عن اللي بيقابله في الثانويه العامه. ودي بقى يعني هو دلوقتي بدأت الوزارة ودكتور طارق شوقي والدولة بقت تعتني بمناهج اللغة الإنجليزية، وحتى نزلت دلوقتي في مرحلة الابتدائية أولى وتانية منهج فعلا مبني على التفكير وعلى الاكتشاف، وان هو كمان يبقى فيه تواصل. فبدأوا يطوروا. هو للأسف ان الفجوة بين التعلم اللغات بالنسبة للمدارس الحكومية او المدارس التعليم العام والمدارس اللغات، ان هو هناك بيعلموا اللغه كوسيله للانتر اكتيف، ان هو يبقى فيه دايلوج، يبقى فيه يعني يقدر يعمل حوار بينه وبين اللي يقدر اللي هو معاه، يعني يبقى فيه دايلوج بينه وبين المدرس. لكن بالنسبه في المدارس العامه او الحكوميه كله بيبقى مصاب بان انا احفظ، ازاي تحفظ كلمات، ازاي تعرف الجرامر بتاع القاعده دي. فالحاجات دي خلاص بدات دلوقتي تتلاشى بالنسبه للعلم كعلم لغه طب والصدمة اللي في اخر في المحطة الثانويه العامه، لان هي بتبقى منصبه على الجرامر، واغلبيه الاسئله مثلا بتبقى جرامر. وبيجيب حتى الحاجات اللي بقى اللي فيها يعني ديفرنس، يعني دي بتبقى حتى يعني حتى مواضع التعبير يقول لك مواكبة بقى للحظة، لا مش وبعدين في كلام كتير قوي ممكن يكون ممرش عليهم. ممرش عليهم، وكمان مش ممرش هو لان المنهج مفروض، يعني دايما نقول كده منهج اللغه الانجليزيه ملوش منهج، يعني مفيش منهج محدد انت بتحفظ الجرامر وبتحفظ الكلمات على قد ما تتسع، يعني هو كل اي حاجه. ففي الثانويه العامه هو يعتبر بيراجع له على كل المناهج مثلا اللي اخذها اللي اخذها من اول ابتدائي، من اول بيجيب حتى فيرب تو بي والبريزنت سامبل لغايه ازاي هاو تو ترانسليت وهاو تو رايت ان ايسي وتكتب باراجراف وتكتب ايسي كامل مقال كامل. تمام فهو كل ده بيبقى اللي بيحط الامتحان بيبقى يقول لك خلاص هو الطالب تخطى كل المراحل دي، تمام. فمطلوب منه يجاوب بقى على كل طب الاسئله. ان نعود الى الاشكاليه الثانيه اللي انا عاوز اقولها بمنتهى الصراحه والوضوح، يعني هي اشكاليه تقول ايه؟ ان المشكله اكتر من المدرس مش من الماده، والماده كمنهج مش المدرس. وفي ناس تانية تقول والله لا ده المشكله لو احنا جبنا مدرس باللغه الانجليزيه هيعلم اللهجه واللكنه والاسلوب اكتر من اللي بيدرس باللغه اللي هو امه عربي، والتاني بيقول والله الراجل ده معذور، ما هو لو اخذ دوراته التدريبيه وبقى في عنده جوه المدرسه معمل معمل صوتي صوتيات. يبقى هيساعده اللي يقوم بهذا الدور. حل لنا الاشكاليه دي من وجهه نظرك هي المعلم. الاشكاليه مش في يعني بص، المدرس طبعا هو الى حد ما من ناحيه التدريب والتاهيل في بعض القصور طبعا، بس الى جانب طبعا دلوقتي الدنيا بقت احدث، يعني التكنولوجيا ممكن اللي عايز يطور نفسه دلوقتي بقت في تكنولوجيا اكتر، ممكن المدرس يسمع اكتر. صح. هو كمان بس اكبر هو بقى دلوقتي ما عندوش وقت يا فندم يطور نفسه، هو ملبوخ في ما المدرسة طبعا عشان المدرس وملبوخ في المصري الدروس الخصوصية، يعني لا، فما فيش وقت وبرضك يتنفس. والى حد ما برضك هو مهدور حقه في حاجات ده كتير أكيد، كطبعا، يعني يعني خروجه للدروس الخصوصية طبعا هو هو مش بحثه عن المال اللي عن المفروض مال يتوفر. عشان خاطر برضك يعني مع متطلبات حق طبعا، الحياة، مع وهو حق. برضك عليه ضغوط تانية يعني. تمام. هو كمان ان والكثافة العددية في والكثافة الفصل العادية في وهو غصب الفصول عنه في الآخر. دي برضك كل الحاجات دي، وإصرار الولاد ما يتعلموش في الفصل بس هي عشان بقى هياخدوا الدرس يعني بصفة يعني شخصية يبقى بالنسبة لهم أحسن. بس هي طبعا هي في يعني المسؤوليه هنا مشتركه، يعني برضك الى حد ما اللي عايز بيطور نفسه بيقدر يطور نفسه. ودلوقتي كمان وسائل حديثه بقت اكتر، يعني الموبايل ابلكيشنز، ودلوقتي بقى عندنا
يعني الساتلايتس بنك فيها، المعرفة و... بنك المعرفة طبعا بتاع الدولة، وكمان في على حتى أضعف الإيمان حتى القنوات اللي ناطقة باللغة الإنجليزية في على الساتلايت، مثلا قنوات إخبارية، قنوات رياضية، قنوات أي يعني، وقنوات أفلام، فكل ده بيقدر ينمي. هو الإشكالية كمان الأكبر إن هو يعني المنهج لسه، المنهج يعني المنهج التدريس نفسه الميثودولوجي نفسه في مشكلة، يعني لسه بنعلم بالطريقه القديمه، ان احنا بنعمل يعني كان من ضمن المناهج اللي درسناها ان في مثلا منهج اللي هو جرامر ترانسليشن ميثود، ده منهج قديم قوي وعفى علينا، بترجم القواعد كما هي ازت، مثلا حتى مثلا تلاقي الاطفال او الطلبه يقول لك ايه، عارف تكوين فعلا البريزنت سيمبل كويس جدا، طب ليه مصرين وعارف عليه؟ عشان البريزنت خلاص كونتينوس اشتريناه بيتكلم ازاي. وبقى ملكيتنا فهو هو ولا لا ايه هو ولا بيبقى اسهل وبيساعد كمان المدرسين اللي هم لسه اكسبيرينس، وكمان في الكثافه العاديه، هو حتى يقول لك ايه التكوين الزمن، ويقعد يكتب القاعده اكني بيكتب القاعده باللغه العربيه. لكن في منهج مثلا الاحدث اللي هو ده بقى بيعلم التارجت لانجوج نفسها او اللغه ايوه اللي انت عايزها، المنهج الاوديو لينجوال ميثود، ده ان هو بنعلم اللغه الفورين لانجوج اللغه الاجنبيه بنفس الطريقه اللي بنعلم بيها المذر تانج لغه الام. فمثلا على سبيل المثال، مثلا احنا في اللغه العربيه ما يكون عندنا طفل بنعلمه يقول كلمه بابا الاول، ولا بنقول له اكتب لنا كلمه بابا؟ لا طبعا بالاول، يسمعها الأول الاول عن طريق ويعرفها عشان الليسننج، عن يفهمها، طريق السماع، صح، يبدا يسمع كلمه بابا، يبدا يترجم طبعا، يكتبها مع لا نفسه يبقى بقدراته. اول حاجه يعمل لها سبيكينج، ما هو الفور سكيلز بتاعت اللغه الانجليزيه اللي اهم حاجه فيها الليسننج، فانت هتسمع ليسننج كويس، هتعمل سبيكينج، بعد كده يعمل ريدنج ورايتنج، تمام. تمام. فهي دي من افضل الطرق اللي هي الاوديو لينجوال ميثود دي، ان هو بيعلم الطالب هاو تو انتر اكتيف، بيبقى في دايلوج، انا مثلا اقول له مثلا سي، مثلا احط له الجمله الفوكاب او الورد اللي عايز اعلمها له، احطها له مثلا في جمله في سنتنس، هو يبدا يحفظها من خلال السنتنس، ويقدر كمان يقدر يحفظ تكوين السنتنس ازاي. يبقى انا كده نميت عنده اللي هو اول حاجه الليسننج كويس، يسمع كويس، السبيكينج كويس، هاو تو مثلا فورم سنتنس، يقدر يكون جمله كويس، فده بيساعد على خلاص بقى الشيء بقى يحفظ بالطريقه التقليديه، وان انا اديله مثلا نكتب الكلمات 5 مرات وانزل بيها العمود ده لاخر الصفحه وهسمع لك المره الجايه، لا انا بقدر ادخله الجمل في سنتنس، تمام. او ادخله عن طريق طبعا الليسننج، ويبقى في دايلوج بقى بينه وبينه، في يقدر هو يبقى في كده انتر اكتيف، حتى بيئه التعليم تمام. هتبقى بيئه نشطه، نشط. تعليم فعال. خلينا نتكلم بصراحة ونخش على مرحلة من أصعب المراحل وأخطرها، هي مرحلة الثانوية العامة اللي بتحدد المستقبل. أنا من بداية أولى ثانوي لثالثة ثانوي أنا كولي أمر مريت بتجربة قدام عيني، شفت الموضوع ده من المدرسين اللي اتقالوا والله خد درس عند أو خلي بنتك تاخد درس عند ده. المدرس ده معروف بأنه بيحفظ الولاد كلمات كم ضخم من الكلمات، موسوعة من الكلمات، شديد جدا في مسألتهم، استخدامهم للكلمة المفروض تتحط على طول في متابعة على هذه الكلمات. أنا مش عاوز أعرف أقول لحضرتك إن بنتي واخدة درجات يعني قريبة من النهاية في اللغة ما شاء الإنجليزية، الله. ونجحت حتى في اختبارات كتيرة بسبب كم الكلمات. اسمح لي، لا لكن في اشكاليه، طب هي هل بتقدر تعمل محاسبه باللغه الانجليزيه؟ لا ما بتقدرش، ما انها متفوقه ما ده في احنا بقى اللي هي امتحانيه بنحفظها بقى. وكتابيا وابلكيشن وكله. انا عاوز اسال في هذه الاشكاليه، هل التعليم اللغه الانجليزيه هو بيكمل المعرفه اللغويه او الكلمات والمفردات اكتر منها من المفردات المستعمله بشكل مستمر والقدره على التعبير؟ هو للاسف احنا بنتعلم بطريقه ثيوريتيكال، اللي هو بنعلم طريقه نظريه، احفظ كلمات مثلا عن الفوتبول، احفظ كلمات مثلا عن السبورت، احفظ كلمات مثلا عن الميديا. وطبعا يعني يعني هنا المصريين بصفه عامه بيبقوا شاطرين جدا ان هم بيحفظوا، حتى بدليل مثلا اسماء لعيبه الكوره، اسماء الممثلين العالميين بنحفظها بطريقه رهيبه، فهو المصريين اوريدي بطبعهم بيحفظوا، بس بيعرفوا ينطقوا المهم ان كويس، حفظه بس مفيش نسيان، مع انه ما للاسف بقى ما فيش بينسى. الابلكيشن بقى، ان ايوه احنا بنعملش البراكتيكال بقى، برافو عليك. ونخش بقى في دايالوج او نعملها مثلا في ايوه كونفرزيشن، حتى امتحان اقرا واقرا وترجم اقرا ممكن وافهم الموضوع ايه، ريتن لكن ما ريتن اقدرش. لا ريتن زي الفل يعني ما شاء الله، ريتن بتبقى حاجه بيرفكت، لكن مثلا بقى هاو تو سبيك بقى، هاو تو انتر اكتيف ويز مثلا فورين لانج فورين مثلا بيرسونز مثلا، او معانا هنا او قابلنا حد، لا فبتلاقي الدنيا كاشين شويه، بس هي دي يعني بتبقى بنسبه اللي هو طريقه التعليم، ان هو تمام ما كانش حتى في دايلوج، هي برضك ترجع برضك لكتر الكثافه في الفصول تمام وبرضك قله الموارد برضك في بعض الاماكن. تمام
أنا بشكر حضرتك مستر مصطفى عبدو، مدرس لغة الإنجليزية. إحنا كنا عاوزين أكتر من كده، لأنك هنفتح فيه كلام مشكلات اللغة الإنجليزية، لكن للقاء تاني إن إن شاء شاء الله. الله بإذن الله بشكر تشرف. معاليك، ماشي يا مستر حضرتك شكرا لكم كده. أعزائي المشاهدين، بقول لكم صباح الخير عليكم وعلى أولادنا كلهم. إن شاء الله يبقى يوم جميل وسعيد ومشرق علينا وعلى مصر كلها. إلى اللقاء. إن شاء الله.